ضمن الوقفات الاستنكارية للعدوان السعودي على البلاد، نظم موظفو وزارة الأشغال وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان السعودي في يومه 15 التي سفكت الدماء وأزهقت الأرواح ودمرت مقدرات الشعب اليمني. الشعب الفقير، هذا الشعب العريق الغني بالتراث التاريخ، أصل العرب يقصف بهذه الطريقة الهمجية. ما بنيناه في 50 سنة نراه ينهار في أيام معدودة. المحتجون أكدوا في بيانهم مساندة القوات الخاصة ودعمهم بكل ما يستطيعون تقديمه لبلادهم وإخراجها من محنتها ومواجهة العدوان الطاغي على البلاد. اصمدوا، والله معكم، والله إن الله سبحانه وتعالى لن يرضى بهذا الظلم الذي نتلاقوه، وإن شاء الله نحن منتصرون. المشاركون في الوقفة نددوا بمواقف المستقيل هادي الهادفة إلى تدمير اليمن والمكتسبات الوطنية. لن تسلم يا سلمان، دماء اليمنيين غالية جدا، واليوم نحن المدنيون استبدلنا هذه الأقلام بهذه البنادق، ولن نتراجع خطوة. لن ينفعك يا عبد ربو سلمان ولن يرفعك غيره، فالعودة إلى البلاد لن تكون سهلة، لن تكون سهلة أبدا. اليمن يواجه عدوانا غاشم من جارة لم يتوقع منها ذلك في انتهاكات للمواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية. هنا صرخة غضب جديدة منددة ومستنكرة لذلك العدوان الغاشم ضد بلد الإيمان والحكمة. فهل ستعي بلدان العدوان معنى هذه الصرخات أم أنها ستواصل في غيها وعدوانها السافر؟ ندى فريد، اليمن اليوم، صنعاء.